يا جماعة هذا مو سماد ولا كومبوست، هذا بسم الله يقول لكم أنعش نباتك بإضافة بقايا القهوة. اي والله القهوة الحلو بالموضوع ان سبحان الله بقايا القهوة فيها العناصر الكبرى والعناصر الصغرى، يعني تكلمون عن النيتروجين والبوتاس والفوسفور والعناصر الصغرى موجودة بهالشيء. هذا مو بس كذي، تدرون انها تعزز النشاط الميكروبي، تعادل الحموضة، تخصب التربة وتكافح الأمراض والآفات. سبون بعد انزين يا ابو عثمان شلون نستخدم القهوة حق النباتات وخاصة النباتات الداخلية؟ إذا بيها حق المكافحة خاصة الرخويات والنمل أحاول أغطيها من فوق، أحط القهوة من فوق وأغطيها بالقهوة، هذه تكافح آفة النمل والرخويات. الطريقة الثانية إذا أنا أبي أحسن التربة أو أعطي نبتتي المواد الغذائية اللي موجودة بالقهوة. أوف 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 يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، أقلب القهوة مع التربة، أقلبها يا سلام بما الله.